السلام عليكم خاوتنا، سمحوا لنا طولنا عليكم بزاف هذه الخطره باسكو كنا ماشي فاضيين، كان عندنا صوالح. جيناكم على واحد الصالحه اللي بزاف ناس ما تروماركيهاش على الديسك، على لي بلاكات على الديسكافو. كان اللي مين يبغي يبدل لي بلاكات دو فرين ينحيهم كيما هكا يطيشهم هيا ويجيب بلاكات جدد، ناكدوا عليهم اوريجينال، يجيب بلاكات جدد ويركبهم. مي لا اخويا، شوف لازم لك تروح تروماركي هذا الحديده هذه. عباكم هذه واش دير الحديده هذه؟ هذه تركب مع لي بلاكات هنايا، هذه تنقص من الاحتكاك تاع لي بلاكات مع الديسك، صافي تخلي الروده الدور ليبر. كي تكون بهذه تكون الدور ليبر خير من اللي تكون بلا بها. هذه المعلومه رقم واحد. والمعلومه رقم اثنين، ما تروحش تدمر البيستون كيما راه هكذا به بالوسخ نتاعو وتركب لي بلاكات جدد. لا، لازم لك تنقي البيستون، تبقى تدور فيه بلا بانس منا، تشدو غير من الحاشيه تدورو تنقيه، سواء بال بابي افير خفيف كاع ولا تكون بروس ميتاليك. والحاجه اللي ناكد لكم عليها ثاني، تروح تتحقق من الجليسير هذا اسكو يخدم ولا لا. هذا الجليسير، لانه هذا واش يدير؟ نقول لكم واش يدير. هذا الموديل تاع الصابو عنده جهه برك فيها البيستون، صافي البيستون جاي من كوتي واحد، من الجهه الزوجه ما عندوش لي بيستون كيما كاين واحد الصابوات واحد اخرين يتركبوا فيكس ما فيهمش الجليسير هذا. بصح واش يكون عندهم؟ يكون عندهم بيستون من وبيستون من، صافي كي تفريني الزيت هذاك لوكيد يتقسم على البيستون اللي منو منو يدمروا لي بلاكات على حساب السونتر. بصح كي يكونوا بيستاوات كاينين من جهه واحده لازم يكون كاين هذا الجليسير باش يقسم الجهد ما بين هذا الكوتي وهذا الكوتي. صافي هذا الجليسير لازم يكون يخدم، الا ما كانش يخدم غادي تولي تفريني بجهه واحده، بلي بلاكات تولي تفريني غير على هذه الجهه برك. وقبل عمليه التنظيف لازم تخرجهم كيما هكا حاجه قليله، دوك نقوهم ونوروكم كيما راكم تشوفوا كيما هكا. الور هذه ثاني حاجه، معلومه واحده اخرى للزبائن، كي يقول لك خويا واحد مبدل لك البلاكات دو فران 20 ميل مع واحد اخر يقول لك 45 ميل ولا 40 ميل، لازم تستوعب الفكره، لانه السيد هذاك اللي بيبدل لك 20 ميل ما غادي يدير والو، غادي ينحي وما ينظف والو وما يحوسش يفهم عليك ويركب لك بلاك واحد اخرين ويخليك تروح تسهل. بصح الاخر غادي يخدم لك خدمه تاع الاساس، هذه هي خدمه بروب وخدمه نقيه وخدمه تشد لك والدور آلاز. والسلام عليكم.